من أطهر مكان وبقع على الأرض في العالم كله سانت كاترين، ومن ورانا جبل التجلي اللي تجلى فيه الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى عليه السلام. معانا الأستاذ حسام صبحي، هو مدير عام أثار سانت كاترين وفيران. برحب بيك يا فندم. يا أهلا وسهلا بحضرتك. ولو تكلمنا وتشرح لينا قدسية وتاريخ هذا المكان. طبعا برحب بحضراتكم، احنا هنا في أقدس بقعة موجودة على مستوى العالم اللي حدث فيها معجزات لم تحدث في أي مكان إلا في المكان ده. احنا في المكان اللي حصل فيه مبعث نبوة سيدنا موسى عليه السلام. ربنا اتكلم سيدنا موسى عليه السلام كما ذكر في القرآن وذكر في العهد القديم: اخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى، عند الشجرة العليقة، شجرة العليقة المقدسة. وايضا هنا مهبط رسالة سيدنا موسى السلام، الواح رسالة على قمة جبل موسى، اول وصايا العشر على قمة جبل موسى. وطبعا المشهد اللي قدامنا دلوقتي اللي هو جبل التجلي ده حصل، اللي هو الجبل المتروك، لما كان سيدنا موسى واقف على جبل موسى وكان أراد أن يرى ربه، فقال له رب لن تراني فانظر إلى الجبل، فإذا استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذه المعجزات الدينية الإلهية هي اللي خلت فيه دير سانت كاترين، ولولا هذه المعجزات ما كانش فيه دير سانت كاترين. فدي من أهم المميزات اللي بتميز المكان هنا، وهنا بنوصل للعالم كله رسالة تسامح بين الأديان. المكان الوحيد على مستوى العالم اللي فيه مجمع أديان مش موجودة في أي مكان، إن فيه الرموز الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلامية داخل مكان واحد، دي مش موجودة في أي مكان في العالم، ودي واحدة من القيم العالمية الاستثنائية اللي جعلت الدير ينضم ضمن منظمة التراث العالمي اليونسكو. إحنا هنا من بداية وادي المقدس. تمام. بالنسبة للوادي المقدس بيبدأ من قمة جبل موسى. هي كلمة الوادي اللي هي المنطقة الواقعة ما بين جبلين، عندنا على ايدينا اليمين جبل الصفصافة والشمال اللي هو دوت، وجبل الدير على ايدينا الشمال. المسافة اللي ما بين رأس جبل موسى اللي هو المكان اللي فيه مصلى الكهف اللي سيدنا موسى قعد فيه 40 ليلة، لحد فالجبل من هناك لحد هنا حوالي 6-7 كيلو متر. هو ده المكان او الوادي المقدس طوى اللي ذكر في الكتب السماوية. ولو هنتكلم عن ليه الدير هذا انضم لقائمة التراث العالمي أو معايير اليونسكو، مش أي مكان ينضم لمنظمة التراث العالمي، لازم يكون مستوفي شروط، لازم يكون في القيمة العالمية الاستثنائية اللي مش موجودة في أي مكان في العالم. أول ميزة في المكان هنا إن ده المكان الوحيد زي ما قلنا، أول ميزة مجمع الأديان ثلاث ديانات. الميزة الثانية ده أقدم مكان او مركز رهباني للرهبنه في الموجوده في دير سانت كاترين. الميزه الثالثه ان الصلاه او العباده لم تنقطع منذ القرن الرابع الميلادي وحتى الان، بالرغم من الظروف الصعبه اللي كانت في سيناء، حروب وكلام من دوت، فمع ذلك ان الصلوات لسه شغاله او لسه موجوده من القرن الرابع لحد دلوقتي. الميزه اللي بعد كده اللي ده الدير الوحيد او الاثر البيزنطي الوحيد اللي موجود على في مصر بحالته. طبعا في مميزات تانية، أقدم الأيقونات البيزنطية اللي موجودة على مستوى العالم موجودة في دير سانت كاترين. مكتبة دير سانت كاترين من أقدم المكتبات اللي موجودة، تحتوي على أكثر من 3300 مخطوط أثري بتعود للقرن الرابع الميلادي. في لوحة جميلة بالموزايك فسيفساء في حنية الكنيسة الكبيرة، كنيسة التجلي. كل هذه العوامل أدت إلى انضمام الدير وانضمام منطقة سانت كاترين لمنظمة اليونسكو أو التراث العالمي، ودي حاجة بتميز المكان هنا مش موجودة في أي مكان في العالم. طبعا أنا بشكرك على كل هذه التفاصيل، وإحنا طبعا لسه مكملين مع حضراتكم من ملتقى الأديان الثلاثة، المكان اللي ليه قيمة روحية كبيرة جدا في نفوس كل الناس.